أكد علي مبروكين المستشار السابق للرئيس اليمين زروال لموقع TSR وجود اتصالات مع رئيس الدولة السابق اليمين زروال لإدارة الفترة الانتقالية، وأكد المتحدث أن زروال مستعد للعودة شريطة أن يكون هنالك طلب قوي من المواطنين وذلك لفترة قصيرة لتسليم المشعل إلى جيل أصغر سنا، مذكرا أن زروال قد أمضى فترتين انتقاليتين في عام 1994 وعام 1998 بعد استقالته. كما قال مبروكين أيضا لموقع كل شيء عن الجزائر أن الرئيس اليمين زروال رجل يبلغ من العمر 78 عاما يتمتع بكل قدراته وليس مريض، وهو يتابع باهتمام الأخبار، وقد ذهب الآلاف من الشباب في الآونة الأخيرة لرؤيته في باتنا ولعرض عليه رئاسة الفترة الانتقالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.